متابعينا الكرام، متابعي جريدة وموقع أهل مصر في كل مكان، مساء الخير على حضراتكم. النهاردة من محافظة بورسعيد هنقول كمان هنقول ضحك ولعب ومذاكرة، يعني هو اللي بيلعب وبيلموا القواقع من على الشط، وكمان شايفين كمان شباب كده بيراجعوا تقريبا كده، وهنقول اكيد ثانوية عامة، بس مستغربة ثانوية عامة وجايين هنا على البحر بيعملوا ايه، هنشوف كده، لان هنقول رحلات اليوم الواحد هنا بورسعيد موجودين النهاردة الجمعة وهنشوف. السلام عليكم، سكرينا كده المايك. ايه من محافظة ايه؟ بالقاهرة. بتفكر انت ايه؟ هنقول شكلك ثانوية عامة. طب انتوا جايين رحلة علشان تراجع هنا على شط بورسعيد؟ قلت كمان يعني بتغير جو، يعني عندكم بعد بكرة مادة اللغة العربية. ايه حلوة سهلة جميلة؟ ربنا ييسر. عايز تطلع ايه؟ مهندس؟ هتخش هندسة بترول؟ يعني انت علمي رياضة؟ علم رياضة، يعني بتبقوا العربي بقى عندكم بسيط شوية عن أدبي صح؟ بالتوفيق كده يا رب. ادي المايك لزميلك كده. ازيك عامل ايه؟ ايه؟ ثانوية عامة مش كده؟ يعني انتوا ما... يعني انتوا دي الدقايق اللي هتذاكروا فيها براحة كده وانتوا في جو منعش كده في بورسعيد؟ تغيير جو، يعني رحلة مع الأهل والأصدقاء وفي نفس الوقت معانا المراجعة برضه، تمام كده صح كده؟ طيب قلت لي عايز تطلع ايه اصلا؟ دكتور علمي علوم. بالتوفيق يا رب العالمين. وكمان اللي معاك زميلكم التالت كده، وهنقول برضو معاهم واكيد علمي. علمي علوم ولا رياضه؟ رياضه. عايز ايه؟ مهندس. ما شاء الله عليكم، يعني طموحاتكم كبيره كده. شاطر في اللغه العربيه؟ ماشي. بالتوفيق يا رب كده، وان شاء الله يا رب كده بالتوفيق والنجاح. زي ما احنا شايفين كده هنا طلاب الثانويه العامه بيذاكروا على شاطئ بورسعيد، وهنشوف كمان اجواء كمان للبنات جميله هنا. انت في سنه كام؟ ثانيه ثانوي. يعني راحه ثالثه ثانوي؟ لا راحه ثانيه. رايحه ثانيه لسه صغننه. يا رب عقبالك كده ما تبقي في ثانوية عامة. طبعا مش عايزين رهبة التالتة ثانوي، عادي. عايزة تطلعي ايه؟ كلية اعلام. كلية اعلام ما شاء الله. ايه بتحبي بقى مواضيع التعبير اكيد، يبقى تخش ادبي صح؟ لا يعني عادي علمي عادي. علمي بس اكيد شاطرة في العربي. وخاصة بقى مواضيع التعبير وكده. ايوه. جايين رحلة اسرية كده مع بعض. ايه رأيك في بورسعيد؟ رحتوا هنا بس ولا اخدتوا كده جوله في بورسعيد كلها؟ لسه هنروح كمان شويه اماكن تانية. بالتوفيق كده، وان شاء الله كده تطلعي لنا ثانيه ثانوي ثالثه ثانوي كمان رحله سعيده في محافظه بورسعيد ان شاء الله. زي ما احنا شايفين هنا في محافظه بورسعيد، وهنقول يعني ما بين اجواء ضحك ولعب وجد جد طبعا مذاكره، وكمان معانا طلاب في الثانويه العامه وشكلهم قاعدين ولايسين وحايزين. امسك كده. ايه من محافظة ايه؟ بورسعيد. من بورسعيد. بورسعيد وجاي تذاكر هنا على البحر. بتغير جو. تغيير الجو حلو قوي، بيديك طاقة بعد كده انك تذاكر. عايز تطلع ايه؟ دكتور من ادبي؟ انت علمي ولا ادبي؟ هنهزر مع بعض يعني ولا ايه؟ عايز يعني اللي يجيبه ربنا كويس شكلها كده معاك. وانت بقى ان شاء الله بتذاكر كده ومخلص كده، شكلك مخلص المناهج. قرب المايك منك، قرب المايك منك وقول لي. ايه عندكم عربي يوم الاحد؟ قربت تخلص ولا لسه؟ لسه شوية حاجات. وجايين على البحر هنا تغيروا جو؟ قلتوا ما تقعدوا تذاكروا شوية مراجعة كده خفيفة، شكلكوا كنتوا جاي من الدرس أصلا، أنا متابعاكوا كده وأنتوا داخلين. نازلين تذاكروا، عندكم مراجعة النهاردة أكيد برضه مراجعة. طيب بالتوفيق إن شاء الله.
طقم مصر يعني انتوا قاعدين تذاكروا وبتفكروا في المصري. المصري هيكسب. يعني هنقول البورسعيدية بالنسبة لهم البورس بالنسبة للبورسعيدية النادي المصري كالماء والهواء، يعني حياة. بيذاكروا طلاب الثانوية العامة هنا في محافظة بورسعيد وهم كل همهم النادي المصري. ان شاء الله النادي المصري يكسب. ومعانا هنا احد المنقذين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. اتفضل كده المايك منقذ صح؟ أيوة. اقرب المايك منك. انا شايفكم عمالين تصفروا والواحد دخل جوه جدا. ايوه النهارده الموج عالي برده. وانتوا طالعين طبعا كده يعني عينيكم على جوه اي حاله غرق. فانتوا منتشرين بطول البحر كله صح كده؟ بالتوفيق كده يا رب وربنا معاكم. وانتوا طبعا بتقدموا خدمه جميله جدا لاهالي بورسعيد، مش بورسعيد بس، وجميع المحافظات اللي بيجوا هنا يتمتعوا بشط بورسعيد. شكرا ليك. يعني زي ما احنا شايفين ده شاطئ بورسعيد، وهنقول ابناء المحافظات المجاوره هنا موجودين معانا هنا على شط بورسعيد. وطبعا زي ما احنا سامعين المنقذ وهو بيصفر بالنسبه للحالات اللي بتوجد جوه الميه. يعني انا شايفه حد يعني داخل الميه بصوره كبيره جدا يعني، وهم كلهم موجودين هنا وعمالين يصفروا له، وبرغم من كده مستمر في العوم لجوه. نزلنا معاكم هنا على شط بورسعيد في اجمل شط يعني، والهواء الجميل بالرغم درجه الحراره النهارده مرتفعه، بس الجو على البحر تحفه جدا. ومعانا ناس يعني هنقول رحلات اليوم الواحد اللي بتبقى موجوده النهارده على من جميع محافظات مصر كلها بالنسبه ليوم الجمعه ويوم السبت، وبيبقوا موجودين معاكم جريده موقع اهل مصر. منين حضراتكم؟ والله البورسعيدية اكيد خلصتوا امتحانات، ما عندكوش حد في امتحانات ثانويه عامه؟ عشان لا النهارده يوم الثانويه العامه برضو، لسه مقابله طلاب هنا قدام شويه وكانوا بيراجعوا. يعني انت ثانويه عامه وقاعده النهارده هي مع اسرتك ما شاء الله وقاعدين بتغيري جو. عندكم عربي يوم الاحد الجاي؟ عملتي ايه في الاحصاء والاقتصاد والتربيه الوطنيه والدينيه؟ انت ادبي ولا علمي اول؟ وانا هقول لك انت عملت ايه. ادبي، يبقى انت شايفه الاحصاء الاقتصاد حلو والاحصاء وحش صح كده؟ لان العلمي كانوا العكس، وانا كنت عند المدرسه بسجل فالبنات اشتكت، او بمعنى صح ادبي كلهم اشتكوا ان الامتحان بتاع الاحصاء كان صعب. هو عشان مش تخصصكم انتوا في المسائل والحاجات دي. هو كمان مسائل وفي حاجات كتير احنا صعبناها وحلينا يا دوب بالحب اصلا. بالحب برضو على فكره، انا اللي كنت مسجله بتاعت بالحب. شفتي؟ طب بالتوفيق كده. يعني انت يعني اخده راحه كده معاكي ربنا كده ان شاء الله. يعني زي ما احنا شايفين طلاب الثانويه العامه النهارده على شط بورسعيد عاملين حاجه حلوه وخارجين النهارده بيغيروا جو زي ما احنا شايفين. واضح ان اللايف بتاعنا بتاع اهل مصر كان يعني منتشر، ولدرجه انهم كمان عرفونا هنا على شط بورسعيد. طبعا ده المنقذ، المنقذين هنا احد المنقذين الموجود واللي رايح جاي على الشط، وخاصه ان في ارتفاع شويه في الامواج، ويعني لازم يكون في رقابه حتى من الاسر لان في اطفال يعني كتير جوه الميه. بقى العوامات، وهنلاقي طول ما احنا ماشيين على الشط بقى عوامات، بقى فوط وملايات وحراس، وهنلاقي كل حاجه هنا على شط بورسعيد. السلام عليكم. معاكم جريدة في موقع أهل مصر. أهل مصر شكلكم مش ببورسعيد، تكلمينا بقى من القاهرة. هي الرحلات
القاهرة النهاردة كتير صح؟ ايه رأيك في بورسعيد؟ قربي المايك بقى عشان نسمعك. قربي المايك. رحتوا فين؟ البحر اول حاجة، الكاتدرائية، ايوه الامبابشول في المنشية. هتطلعوا بقى على سوق السمك ولا على الملح، جبال الملح بورفؤاد؟ هتروحوا جبال الملح. رحلة سعيدة يا رب كده، وان شاء الله تتمتعوا كده وشرفتونا ونورتونا. الهوا اتفضل نورتنا. اتفضل. اسم حضرتك ايه؟ لا انا ايه اسم حضرتك ايه؟ انا اللي مستضيفاك. يا اهلا وسهلا بحضرتك وبالاسره الكريمه، نورتونا وشرفتونا. ايه رايك في بورسعيد؟ والنبي انتوا اللي مشرفينا دايما. بلد نظيفه بصراحه، حلوه. وهتروحوا كمان سوق السمك، هيعجبكم جدا ان شاء الله. ان شاء الله تتغدوا في سوق السمك، هتروحوا النهارده الجمعه هتلاقوا اسعار حلوه ان شاء الله. ان شاء الله نورتونا. طيبين. كل سنه وحضراتكم بخير يا رب. زي ما احنا شايفين، ولعب الكرة هنا بين الاطفال والاسر الموجودة على شط بورسعيد من محافظة القاهرة النهاردة، ورحلات اليوم الواحد اللي كلنا عارفينها، زي ما قلنا ضحك ولعب وجد زي ما قلنا كده. والجد عبارة عن مذاكرة امتحانات الثانوية العامة. اخدينكم في جولة هنا متابعينا الكرام، متابعي جريدة موقع اهل مصر، اخدينكم في جولة هنا على شط بورسعيد، وهنقول الصيف بدأ. يمكن يوم الاسبوع اللي فات ايام امتحانية الثانوية العامة كان في مطر، وكان برغم كده الجو حر، يعني هنقول الصيف والشتاء اجوا في يوم واحد هنا، وكان على مستوى محافظات مصر كلها. وهنقول الاطفال بيطيروا الطيارة الورق، وأجواء جميلة من البهجة، وبيلعبوا راكت. ثواني هنكون معاكم في الجولة. يعني زي ما انتم شايفين دي أجواء البحر وأجواء شاطئ بورسعيد، واللي طبعا عاملين لها بهجة زوار المحافظات المجاورة. وهنقول الأطفال بيلعبوا راكت، وكمان طيارين الطيارة الورق. دول بقى كمان للأسف أطفال بيبيعوا، لأنهم سنهم صغير جدا، وبيبيعوا العوامات والطيارات. هنقول الطيارة الورق اللي بتخطف أنظار وقلوب الأطفال، وبيجوا مخصوص على البحر. وبيجوا على البحر مخصوص علشان يطيروا الطيارة الورق. وهنشوف كده الناس طبعا على الشط هنا قدام الكافتريات، وموجودين النهارده يوم الخميس الجمعة، يوم متنفس كده يتنفسوا الصعداء من درجة حرارة الجو المرتفعة جدا داخل المدينة. لكن هنقول الاجواء جميله جوه على الشط. زي ما احنا شايفين الاطفال بيستمتعوا، لابسين كمان اللايف بوت للعوم، وكمان المنظر الجميل ده اللي قدامنا، واللي هم قاعدين كمان على الميه على الشط اللي خايفين من العوم. وهنقول اجواء في منتهى الجمال هنا على شط بورسعيد. ومش هننسى كمان، يعني مش عارفه هنعرف هتبان لكم طيور النورس الموجوده، والطيور الموجوده هنا على الشط واللي ظاهره بصوره جميله جدا. Thank you.
متابعينا الكرام متابعي جريدة موقع أهل مصر في كل مكان، تابعتوا معانا من أجمل مكان هنا في محافظة بورسعيد. تابعتوا معانا كده أجواء جميلة على شط بورسعيد وسط ارتفاع درجة حرارة ارتفاع درجة الحرارة النهاردة، ارتفاع درجة حرارة الطقس، لأن الأجواء هنا على شط بورسعيد روعة في منتهى الجمال. شكرا متابعينا الكرام، هنكمل معاكم جولة شوية لقدام شوية نشوف برضو فرحة الأهالي والأطفال بالبحر. أنا كنت يعني خلاص قلنا هنقفل اللايف لكن مكملين معاكم عشان شفت المناظر من بعيدة والأطفال بصورة كتيرة جدا موجودين على شط المية وبيستمتعوا بأجواء يعني أكثر من رائعة مع وجود الطيور التي تحلق في سماء مياه الشط. هنقول تقريبا كده الشكل العام لحالات اليوم الواحد موجودة بصورة كبيرة جدا على شط بورسعيد. شوفنا الأطفال يعني نقول البحر ومياه البحر يعني من وسائل البهجة والترفيه للأطفال واللي فرحانين جدا بنزول المية، وخاصة ان درجة الحرارة النهاردة مرتفعة. ده كانت خدناكم في جولة معانا على شط بورسعيد، وهنقول من اجمل الشواطئ الموجودة في محافظة جمهورية مصر العربية، في جمهورية مصر العربية. وهنشوف كده يعني ايه اخر صورة هنديها لكم من البحر النهاردة. البحر مليان، هنقول كبار وصغار وكله كله كله يعني. شكرا متابعينا الكرام متابعي جريدة وموقع اهل مصر في كل مكان، كانت معكم سعاد الديب من محافظة بورسعيد.